يقول: كنت في كشتة بعيدا عن المسجد وعن المنزل، وكنت ألبس سروالا قصيرا والشورت فوق الركبة، ودخل وقت الصلاة، هل أصليها أم أذهب لأي مكان أجد فيه ما يسر العورة، علما بأنه سيخرج وقت الصلاة إذا ذهبت للمنزل أو لأي مكان آخر؟ يعني تذكرت الشاي والقهوة ونسيت عورتك قصات؟ يعني هذا إهمال لا شك، هذا إهمال. يعني الإنسان رايح كشته، يعني نسي أنه سيصلي، أنه يأخذ لباس الصلاة، يأخذ إزارا معه، ثوبا ليغطي عورته لأجل أن يؤدي هذه الصلاة. لا شك أنه فيه يعني قدر كبير جدا من الإهمال هنا. وعلى كل، إحنا الحين ما نبي نحاسب على ما مضى، إحنا نحاسب على ما يأتي، نقول له اتق الله مرة ثانية.